مريض الإيدز أو مريض نقص المناعة المكتسبة محتاج دعم المجتمع، محتاج دعمنا كلنا، محتاج إن إحنا نفهم إن المرض ما بيتنقلش عن طريق الهواء، ما بيتنقلش عن طريق اللمس. إحنا ممكن نقعد مع المريض، ممكن نسلم عليه، ممكن نشاركه الأكل. المريض ده لو دعمناه بصفة كافية هيخرج من الشرنقة اللي هو فيها، هيطلب العلاج. كل مريض هيطلب العلاج، انت كده بتحمي المجتمع، بتحمي المجتمع من ان كذا واحد تاني ممكن يتعدي منه. ارجوكم ادعموا مريض الايدز. دكتور رباب فؤاد، استاذ ورئيس قسم الامراض المتوطنة، كلية الطب جامعة القاهرة.